يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غارتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني والذي أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل المساعدات الإغاثية المختلفة إلى الأشقاء في قطاع غزة. هذه المساعدات التي أنا متوقف وسطها الآن هي مساعدات إغاثية لوجستية من مواد إعاشية، مواد غذائية، مستلزمات طبية، نراها يعني مصطفى على جانبي الطريق في مدينتي العريش ورفح. نتحدث عن هذه الشاحنات المتوقفة هنا منذ أكثر من 14 يوما واليوم هو اليوم 15. هذه الشاحنات كان من المفترض أن تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة وبوابة معبر رفح المصرية مفتوحة لاستقبال هذه الشاحنات، ولكن على الناحية الأخرى منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني وهي تمنع دخول هذه الشاحنات من معبر رفح الفلسطيني وأيضا من معبر كرم أبو سالم، ولكن هذا لا يمنع استمرار يعني العمل الخاص بالمجهودات المصرية لدخول هذه الشاحنات وللتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. يأتي هذا بالتزامن مع بالطبع القصف المستمر على مدينة رفح الفلسطينية وأماكن مختلفة ومتفرقة من قطاع غزة، وهو ما يؤجج أيضا ويصاعد الحالة الكارثية الإنسانية هناك، وهو ما حملت مصر يعني حملته مصر لجانب قوات الاحتلال هذه المسؤولية الخاصة بالمجاعة التي تحدث بالفعل داخل قطاع غزة، برغم أن الرصيف الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أنشأته ويعمل بالفعل، ولكن لا يكفي أقل من 10% من الاحتياجات الحقيقية لقطاع غزة، لأن المعبر الأساسي والأهم حسب مصر وحسب الأمم المتحدة وحسب جميع الدول هو معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الخاص بالبضائع. لكن اليوم هو يوم مختلف في القضية الفلسطينية، حيث تم الاعتراف صباح اليوم من 3 دول بالدولة الفلسطينية، وهو يعد من أهم المواقف التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية لدعم القضية الفلسطينية. نتحدث عن أسبانيا والتي جاء وزير خارجيتها من قبل أمام معبر رفح المصرية وتحدث عن أهمية الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67، وأيضا اليوم كان هناك اعتراف لدولتين أخريتين، لذلك هذه الاعترافات التي المفترض أن تدعم الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. يأتي هذا بالطبع الدعم المصري المتواصل والتحركات المصرية وأيضا التحركات الفلسطينية من أجل الوصول لحل دائم وسلام دائم للشعب الفلسطيني. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.